السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من فيديو رسم الشخصية البسيطة والجميلة فلاي. طبعا رح نستخدم للون البشرة كالعادة اللون البيج. طبعا خلوا ايدكم خفيفة كالعادة. طبعا بعد ما لوننا لون البشرة راح نستخدم اللون البني الشوكولا مشان نحدد المناطق اللي راح نظلل فيها بس الوجه. راح نعمل خط عند الذان بهذا الشكل وخط من عند الذان بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، وراح نلون بجواهم بهاي الطريقة بهاي الطريقة، كمان رح نقطع رح نقطع خط طول الوجه بهذا الشكل من هان للأسفل وهكذا فقط بهذه الطريقة، ورح نلون داخل الفراغ اللي قطعنا فيه الخط بهذا الشكل. فقط طبعا عند الشعر عند الخصلة الأمامية نعمل خط كمان هيك، نعمل خط في هاي الجهة كمان هيك، نلون في جواها. هاي الطريقة تحت الحاجبين نفس الشيء نلون هكذا، وهنا فقط في المنطقة الأمامية من الحاجب كما ترون. عند الأنف نعمل هيك زي شكل مثلث، بس نعمل هيك انتو شايفين. عند الفم اشي خفيف هيك مش راح نفكر. تمام هسا رح ننتقل للركبة. الركبة رح ألون رح نلونها تقريبا كلها، نلون الركبة فوق اللون البيج معلش. هذا فقط ليعكس عملية الظلال كما ترون بالشكل، فقط هذا ما أحتاجه لألوان التظليل. ولكن أنا كما ترون أحب أن أضيف أيضا ألوان زيادة للون التظليل الوجه، كما ترون اللون البني المحروق اللي هو زي لون القهوة تقريبا هكذا، قليلا فقط إضافات بسيطة على حافة الوجه من هنا، فقط إضافات بسيطة أسفل اللحية هي الشخصية بهذه الطريقة. طبعا إذا أحببتم أضيفوا هذه الإضافات، إذا لا أتركوها فلا بأس لا يؤثر ذلك. ولكن أنا شخصيا أرى بأنه يكون رائع جدا بالإضافة إلى المزيد من فقط زي ما انتم شايفين هيك ألوان بسيطة فيه بس. هيو حتى من كثر ما بستخدمه شوفوا قرب يخلص اللون، يعني اللون البني لون البني المحروق أو بني القهوة أو أغمق درجات اللون البني هي الألوان السحرية للتظليل في كل الأشياء مش بس الوجه، الشعر حتى لو كان الشعر ألوان بألوان مختلفة. طبعا كما ترون في الصورة رح نستخدم لون الشعر، أنا عندي نفس لون الشعر بالضبط، نفس لون شعر الشخصية اللي هو لون الأخضر النيلي. بداية رح أعمل هيك زي ما نعمل زي في كل فيديو، أنا بعمل خطوط زي هيك، هاي الخطوط خطوط اللماع وهن نفس الإشي. طبعا في جوا هذا في جوا هذا الفراغ اللي هان أنا بتركه دائما أبيض، نعمل هيك خط ملس، مش بالضرورة إن نعرج الخط أنا هو ما أنا شايف الصورة، نعمل هنا قليلا هنا هكذا وهنا هكذا.
هنا لا يوجد لمعة لهذه الخصلات، ولكن أنا أريد من عندي، يعني حابب أضيف هيك شوية لمعة من هان من هان هكذا، وعلى هذه الخصلة أيضا سأضع هكذا. إذا أحببتم أن تعملوا هذه الخطوط التي عملتها هنا اعملوها، إذا لم تريدوا فلا بأس، لا يؤثر هذا الشيء. طبعا راح نلون كل الشعر بلون الأخضر النيلي. خلوا إيدكم ماشي على طول هيك على طول الشعر، بتعرفوا كيف ميلان الشعر وين بيجي، امشوا عليه هذا الطريقة فقط، هيك لونه هذا الأسلوب. بس حابب أحكي شغلة حابب أكررها، إنه هاي الخطوط اللي رسمناها هيك هذا من هنا ما نلونش، نتركه فراغ كله، أوكي؟ بس حبيت للتنويه يعني عشان ما تنسوا. طبعا بنلون الحواجب، طبعا مثل ما حكيت لكم دائما اعتمدوا في الالوان الخشبيه على خفيه ايدكم، عشان بدنا نعمل الظل على هوا ثقل ايدنا في الرسم. هسه بدنا نشد على ايدنا، فاهمين علي؟ بدنا نشد على ايدنا في المناطق اللي راح افرجيكم اياها هسه، ونلون بخط نشد عيدنا مشان يجي الخط غامق اغمق من هذا اللون. هسه بتشوفوا بهاي الطريقه، مثلا من هان لهان بين الخط غامق زي ما انتم شايفين، ها نلون الخط اغمق بهاي الطريقه، من هان لهان بنعمل هيك، شايفين كيف لما اشد عيدي اللون هيك ببين، بنلون نشد عيدنا مشان يعطي ظل زي ما انتم شايفين. هنا نفس الاشي بنعمل خط بهاي الطريقة غامق، بنلون بخط غامق 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 زي ما انتو شايفين. كمان من هان لهان نعمل هذا، بيكون الخط فاتح هذا شوي لفوق، ومن تحت بتغمق، شدوا عيدكم. هان نفس القلم بذوب على فكرة معي، فبضطر بري طول الوقت. نعمل هيك نعمل هيك، كله بيتلون، خط غامق 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 غامق. نفس الاشي شدوا عيدكم، بس مش لدرجة انها الورقة تنمزع يعني. شوي شوي نفس الاشي هام، من هان لهان داخل هذا الخط، من هان كله نشد عقيدنا عشان لونه بلون الأغمق. طريقة زي ما انتم شايفين مشان يجي نفس الكمبيوتر، نفس تلوين الكمبيوتر. الكمبيوتر مش احسن من الايد. تمام، من نفس اللون طبعا راح نلون لون العين، بس بداية انا بدي اعمل لماع هيك في الاسفل، بس دائرة هيك دائرة لماع العين يعني، وراح الونه بنفس اللون واشد على ايدي، اللون لازم يكون غامق، او اغمق ايدي من فوق، اشد ايدي من فوق ومن تحت افتح شوي بهي الطريقة. حابب اضيف لاني حس انه اللون مايل لزراك شوي، لون العين مايل لزراك، فعشان هيك راح استخدم للفضول هذا اللون، لون الازرق
الأزرق، خلينا نستخدم اللون الأزرق السماوي عشان الصورة فاتحة هيك فوق اللون، نلون لون أزرق سماوي هاي الطريقة. تمام. حابب برضو اللون يكون أغمق شوية، أغمق الدرجة. هستخدم هذا اللون من فوق غامق، من تحت رح أخفف إيدي نفس الشيء. هنا هيك أفضل، خلينا شوي على الحواف أخرى، حواف هيك للفضول. فيش طبعا الشخصية فيش لها بؤبؤ، هو من شايف فيش أسود هيك جوا العين. تمام. هيك شخصية زي ما حكيت لكم بسيطة كثير كثير. طبعا كبتها لونها بيضة، اللبسة اللي لابسها لونها لون ذهبي، نستخدم لون ذهبي، نستخدم اللون الأصفر 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 الغامق هذا اللون. طبعا نلون البلوزة. اللون الأزرق الغامق هذا الأزرق، الأزرق الغامق راح نلون هذا هذول هاي هذا الكبة راح تكون بيضة، بس هذا المنطقة وهاي المنطقة راح يتلونوا باللون الأزرق الغامق. طبعا باللون الأصفر اللي لونت فيه راح أكمل إشارة الرعد هاي. بنمسك اللون السكني على حفة البلوزة من هنا شوي هيك عشان يعمل ظل حفة الكبة، الكبة كبة الفلينة اللي لابسها. بيحكوا في المصري تيشيرت ولا لا؟ تحية لأهل مصر. هيك يعني هذا اللون البني المحروق اللي استخدمته هان. طبعا مسك الختام، مسك الختام راح استخدم في كمان عندي مش بس لون اخضر نيلي، في كمان عندي لون تخطيط نيلي راح الون بس حواف الخطوط هاي الطريقه. بس رائعة يعني، خلص مجرد ما ترسمها وتنهيها بتحس انك عملت انجاز. كمان بنفس لون التخطيط من هنا نعمل فوق هيك، نلون شوي من العين. تخطيط الأزرق الغامق، خلوا دائما معكم أقلام التخطيط، يعني سعرهن في السوق بيكون رخيص مش غالي، يعتبرن من أرخص الألوان. هذول الألوان سعرهن مش غالي، رخيص، بس زي ما انتم شايفين بيعطين سحر هيك في النهاية شيء رائع. انا بحكي لهم دائما هذول الالوان مسك الختام لاني دائما بستعملهم في نهايه الرسمه. نستخدم اللون البني بس هيك تحديد التفاصيل وخلص. يعني انا مش عارف الفيديو اللي قبله صاروا يبيعوا في بطاطا وهسه ببيعوا قاعدين في بطيخ، بتاخذونيش يعني اذا سمعت صوت زي هيك عادي، احنا عايشين في بلد. تمام. في نفس لون البني بتحددوا هيك، حددوا كمان الوجه شوي شوي بس
اوكي شوفوا الوان التحديد كيف بتعطي سحر هيك للوحة. بكفي وانت ترسم فيها وهيك تعمل الظلال زي بتحسه في متعة. كمان من هنا هيك يعني طويل بس خلص ازيد من هيك بديش العب في الصورة بس لا لحظة شوي هنا هيك طبعا. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو وطبعا انا راح اوقع اسمي باللون الاخضر النيلي. طبعا انا اسمي هيا وتنسوش تحطوا كمان انتو توقيعكم الفني وان شاء الله يا رب تزبط معاكم الصورة. ان ما زبطتش معلش ارجعوا حاولوا بنتعلم من الفشل. الشخصية يعني ابسط شخصية بتمرق علي فأنا بصراحة اللون الأخضر النيلي ولا مرة ما استخدمته في أي شخصية رسمتها يعني جديد اللون عندي. فأنا بشكر المشتركة يلي أحكت لي بدنا ترسمي لنا إياه فعشان هيك عرفتني هاي الشخصية وخلتني أستخدم اللون الأخضر النيلي. وأكيد الشخصية حلوة كثير وإن شاء الله الفيديو يا رب ينال إعجابكم وتنسوش تضغطوا على زر الجرس وتشتركوا في قناتي علشان يجيكم كل ما هو جديد. وسلام. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وأبدع.